أنا شخص كتير بحب حاله، مني زعلانة بل متفاجئة. سيبال بوشعية تقف في وجه المتنمرين. هيدا الشي عن جد بيأثر بالعالم، العالم اللي بدهم يحكوا نيجاتيف رح يحكوا. كل إنسان بيتميز باختلافاته. سبق وجوابت عن كيف بتعامل مع التنمر. أنا ما كنت أخدتها كتير بطريقة إنه it's something serious. من بعد ما أنا I got bullied لقيت إنه لأ، هيدا الشي عن جد بيأثر بالعالم، وعن جد في عالم بتتأثر نيجاتيفلي، وأنا ما بدي هالشي. سو أنا هلا من اليوم، يعني أنتوا جايين لعنا، أنا بلشت أصور ماي كامبين ضد البولينج. فسيبال بوشعية اللي عرفها الجمهور من خلال مشاركتها بمسابقة ملكة جمال لبنان ما نطرت كتير لترد على كل اللي تنمروا على صوتها، فنشرت هذا الفيديو كحملة بدأتها شخصيا ضد التنمر بعد موجة التعليقات الجارحة الكبيرة اللي تعرضت لها على السوشيال ميديا خلال جولة الأسئلة. التعليقات اللي هدفها الأذى أكيد ما بياخد فيها. أنا صوتي بحياتي ما واجهت شيء نيجاتيف عن صوتي، يعني أنا مني زعلانة بل متفاجئة إنه أول مرة أنا بلاقي هيدا النيجاتيف كومنت. إذا بدك يعني في عالم حتى دققوا بدينتي إنه دينتها مش حلوة. هلأ العالم اللي بدهم يحكوا نيجاتيف رح يحكوا، كل حدا تحت الضوء بده يتعرض لنيجاتيف كومنت. وصوتها بهذا الفيديو وصل فصار شايفه حوالي المليون حساب، ودعمها كمان عدد كبير من المشاهير إن كان من خلال تعليقات على البوست أو إعادة نشر الفيديو مثل نور عريضة وغنى الغندور. هيدا الرسالة أول شيء كتير بتعني لي. أنا ضد جميع أنواع البولينج، والبولينج هو بينزل تحت خانة العنف، هو العنف الشفهي فيك تقوله. أنا حجرب قد ما فيه استعمل my social media platforms. my DMs are open for everybody. أنا already بلشت رد على كذا عالم شو ما بدون مساعدة، help, self confidence, guidance. حجرب قد ما فيه يكون عم ساعدهم كرمال العالم. في عالم ما عنده ثقة بنفسه، معقول تتأثر، معقول كلمة نيجاتيف تغير له وجهة نظره عن حاله، أو تخليه مثلا ما تقدم مثل بنون. في نحن بالشرق الأوسط كل البنات عندهم، يعني مش كتير بنات صوتهم ناعم، ثلاث أرباعنا نحن بالميدل إيست صوتنا شوي فيه بحة كأن أو شوي عريض. هيدا الشيء طبيعي، أنا بلاقي إنه صوتي أنا اتفتسمي صراحة. وهذا كله بدل أنه سيبال بتتمتع بشخصية قوية وذكاء وثقة كبيرة بنفسها، هذا طبعا إلى جانب جمالها اليونيك، الأمر اللي خلاها تفوز بلقب الوصيفة الرابعة لهذا العام من بعد ما كانت موديل ناجحة كمان. فيلي ما بيعرفوا الكثار إنها شاركت بكامبين خاصة لكارولينا هيريرا ومشيت الرانوي إلى جانب نايومي كامبل. My mom was a model وأنا هالشي شجعني، وهي كتير حمستني أني فوت على مجال الموديلينج. بلشت أنا من الإكسبيرينس تبعها ودغري يعني كملت من هير إكسبيرينس ومشيت. هيدا الشي كتير ساعدني. أنا شخص كتير بحب حاله وبيشتغل على حاله، يعني كل شي فيه طوره فيه بعمله ما بقصر فيه. ثقتي بنفسي، يعني أهلي اللي عززوا لي إياها أول شي. أنا بلاقي إنه الثقة بالنفس ببلش من البيت. طيب وبعد الموديلينج وفوزها بلقب الوصيفة الرابعة وبدأها حملة ضد التنمر، شو الخطوة القادمة لسيبال؟ إجاني كتير عروضات بس أنا ما حفوت بالتمثيل، حفوت بشي تاني وانطروا لتشوفوا شو هو. شي بالفن أكيد. تقديم برامج؟ كمان لا. ممكن نشوف شي اللي عم نحكي عنه خاصه بصوتك مثلا؟ معقول. You're gonna wait and see.